انا مش عارفه انت قلقانه من ايه. بقول لك لقيت شغل جديد واحسن 100 مره من الشغل اللي انا فيه. يا سلمى انا قلقانه عليكي، وبعدين تعرفي منين ان الشغل ده كويس فعلا؟ ما هو ده الفرق اللي بيني وبينك، انا عندي استعداد اعمل اي حاجه عشان ابقى احسن، ابقى فوق. انما انت لميتي نفسك زي الجنيه المقطع وحطيتي نفسك في جيب المحروس، ويريته جيب عدل ده جيب مخروق. لو سمحت يا سلمى اتكلمي عليه كويس. انا نفسي اعرف انت مستحملاه على ايه. اوعي تقولي لي بتحبيه، اصل حكايه الحب دي بقى موضه قديمه، وكل واحد مش لاقي حاجه يقولها بيقول لي بحبه ومش قادره استغنى عنه. هو انت عايزه ايه بالظبط؟ انت رابطه نفسك بيه ليه؟ انت مجنونه، ده جوزي. انت اللي مجنونه. انا عارفه كل حاجه بس مش عايزه اتكلم. سيبيه، شوفي حالك. انت مش وحشه، بكره ربنا يكرمك وتتجوزي اللي احسن منه. على الاقل تخلفي عيل يمنع عليكي البيت. اوعي تقولي لي انه العيب منك، انا عارفه انه هو اللي ما بيخلفش. جلجله هتفضلي هبله، شوفي حالك. فتحي ده لو كان مكانك كان رماكي ولا سالفيك. اسمعي مني، مش عايزه واد ولا بيت يملوا عليكي البيت. نفسي يا سلمى، بس تفتكري ان انا لو سبته هقدر اخلف؟ انت ليه مستسلمه للدنيا كده؟ مش انا صغيره؟ بس انا فاهمه الدنيا دي احسن منك. انا عندي استعداد اسيب الشغل اللي انا فيه واروح لشغل تاني، اجرب يكون احسن اوحش مش مهم، المهم اجرب. وبعدين انا ليه ادي نفسي لحد ما يستاهلش؟ حد يبهدلني وكمان عاجز ليه؟ هو انت مش لاقيه؟ انت بتشتغلي وعندك شقه زي الفل، انت راميه نفسك في حضنه ليه؟ على ايه؟ بس فتحي طيب. ما كل الناس لازم تبقى طيبه لما تبقى غلبانه وعاجزه، وهو بالذات لازم يبقى طيب. اصله لو بقى غير كده عارف انك هترميه، محامي قد كده يجيب لك الطلاق في ثانيه، وهو عارف الكلام ده كويس قوي. صدقيني هو عشان عارف انه الاضعف عامل فيها الشهم الطيب. اسمعي مننا، انا خلاص مش جايه الشغل ده تاني، ومش عايزاه يفتح معايا الموضوع ده خالص. هو مالوش دعوه بيا خالص ولا لسانه يجي على لساني. انا بقول لك اهو عشان ما يبقاش فيها زعل. انت لسه صاحي؟ لا انا قلقت بس لما دخلتي. بقول لك ايه، انا مش هقدر اروح الشغل بكره، انا تعبانه. تحب اقعد معاكي؟ مش هينفع يعني نغيب احنا الاثنين. انا ممكن اكلم المدير واخد اجازه. لا 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 مفيش داعي، انا كده كده هقضيها نوم، ما تشغلش بالك انت.